صباح الخير يا حرامية، مش هتقدري تتحركي. انت اديت لي اديتك ان في 700، وانت عارفة بقى هتاخدي تعسيلة ما شفتهاش قبل كده. الفلاشة فين؟ الفلاشة دي؟ الفلاشة بتاعتي اللي عليها بيانات المرضى والعملاء بتوعي. المرضى اللي كنت بتبيعهم؟ ده انت فاكره كل حاجه اهو. ده احنا نكتب لك على خروج بقى. وايه كمان؟ فاكره ايه تاني؟ فاكره ريهام وهي طالعه من المكتب بتاعك بتعيط، بعديها اختفت. وفاكره شهيره وهي بتحاول تنتحر عشان ما تفضحهاش قدام ولادها. فاكرة نعمات اللي كنت بتسخرها عشان تعالجها، والبدروم اللي قلبته مشرعها. هي فعلا الذاكرة لما بترجع بترجع شاربة أوي. وانت فاكرة كل ده ومش فاكرة الفلاشة فين؟ دي الحاجة الوحيدة اللي مش فاكرها. أنا ضايقة أوي. أنا هخليكي تفتكريها. دي بقى حقنة ان في، بس ان في 1000، وانت دكتورة وست العارفين ان في 1000 لما تتاخد بعد ان في 700 هتخليكي تخشي في غيبوبة طويلة طويلة قوي. هتديني ما تقلقش يا زغلول، هي هترتاح شوية. لا حضرتك اللي هترتاح معانا في المباحث يا دكتور. مباحث ايه؟ انا مش فاهم حاجة. خلاص جريمتك اتكشفت، كاميرات المستشفى كانت رصداك. كاميرات ايه؟ مفيش الكلام ده. اتفضل معايا. على اذنك يا دكتور. استاذنك بس عشان ملاش مكان في البوكس. زين يا مجرم. انا مريم. انا عارف، طمني خالص يا بنتي متقلقيش. دكتوره مريم اداني حقنه اني في 700. مجرم هتقولي ار اكس 600 بسرعه.